وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف النائب أحمد صباح السلوم رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب، نائب رئيس الجمعية البرلمانية الآسيوية. مساء الخير سعادة النائب، وهل لك أن تحدثنا أكثر عن مشاركة وفد الشعب البرلمانية في هذا الاجتماع الافتراضي الأول للجمعية البرلمانية الآسيوية؟ مساء الخير. الاجتماع اليوم كان يعني أول مرة يعقد في تاريخ الجمعية الآسيوية البرلمانية ويكون عن بعد. كان بحضور 20 دولة آسيوية وكان حضور ممتاز، وكانت مشاركات يعني مثمرة وجيدة، وكانت تتركز في جهود كل دولة في يعني احتواء أزمة جائحة الكورونا أو يعني الأمور اللي هي سوتها لتخفيف الآثار. وطبعا احنا عرضنا تجربة مملكة البحرين بتوجيهات الملكية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة، واللي هي كانت تخلي البحرين في خارطة الدول اللي تعاملت مع جائحة الكورونا كنموذج يحتذى به وانه ياخذونها كأمثلة. وتطرقنا حق الملف الصحي بتفاصيله والملف الاقتصادي كذلك بالتفاصيل مع الحزمة الاقتصادية اللي تم اطلاقها لتخفيف هذه الآثار. وكذلك تم يعني في النهاية تأكيد ملف جديد وان احنا لازم نعمل عليه، ولا هو ملف التعليم، حيث ان الاهتمام في المرحلة القادمة لازم يكون على قطاع التعليم لضمان استدامته وديمومته وشمولته، بحيث تكون اجراءات الاحترازية الخاصة لتصدي لفيروس كورونا ما تكون سبب في تأخير او ابطاء او تراخي، وتعين ابتكار وسائل جديدة على مستوى عالمي تكون يعني الكل متفق عليها، على اساس ملف التعليمي ما يكون من الملفات اللي بعد ان شاء الله يعني أزمة كورونا لما تخلص يكون عندنا في مشاكل، وانه هو يكون ملف يعني مهم جدا. فهاي كان يعني رأي مملكة البحرين نحن تكلمنا فيه، وأكدنا على أن احنا في تعاون مستمر ما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، وهذا كان أساس نجاح جميع يعني الحزم وجميع الاحترازات اللي صارت، ووعي المواطنين البحرينيين والتزامهم بهذه الاحترازات هو اللي كان السبب ان احنا حققنا هذه النتائج. نعم، النائب أحمد صباح السلوم رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب ونائب رئيس الجمعية البرلمانية الآسيوية، شكرا جزيلا لك.